التقى الدكتور مصطفى مدبولي بملك الأردن الملك عبد الله الثاني ملك طبعا المملكة الأردنية الهاشمية، وخلال هذا اللقاء كان في تأكيد على قد إيه العلاقات ما بين مصر والأردن هي علاقات متميزة ومختلفة، وفي جهود كبيرة زي ما قلت لحضراتكم إن تكون يعني العلاقات دي متميزة على أصعدة كتير جدا، ويكون في مشروعات فعلا بتجمع الدولتين. يمكن من أهم المجالات اللي تم الحديث عن أن يكون في تعاون فيها مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وزي ما احنا عارفين كمان فكرة الهيدروجين الأخضر يعتبر من المشروعات اللي بنبحث يكون فيها يعني تعاون بشكل كبير مع مختلف الدول ومنهم الأردن. كمان تم الحديث عن أن أي مشروع وأي تطور في العلاقات لن يتحقق إلا من غير ما يكون يعني فيما بين مصر والأردن ربط عن طريق بقى شبكة طرق، ربط عن طريق مشروعات كهربائية. احنا عارفين في مشروع ربط كهربائي بيربط ما بين مصر والأردن، وتم الإشارة أيضا أن بنسعى أن هو تزيد قدرته من 550 ميجا إلى 2000 ميجا وات، وطبعا الموضوع ده بيحصل على مراحل. كان في مؤتمر صحفي جمع الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره الأردني بشر الخصاونة في العاصمة الأردنية.